طيب القانون الجديد غير متفق عليه داخل مجلس الصحفيين، حيث أن حوالي 5 أعضاء في المجلس يرفضونه، في المقابل يصر النقيب الحالي عبد المحسن سلامة على تمرير هذا القانون. هل تتوقع بأن هؤلاء يستطيعوا أن يفعلوا شيء؟ في دولة العسكر لا مكان للرأي الحر ولا للإرادة. يعني هذا يراه السيسي ونظامه، ولابد أن يفرضوا على الصحفيين. لم يعد بإمكان الصحفيين في ظل هذا النظام الدموي القمعي أن يختاروا القانون الذي يعبر عنهم وعن مهنتهم. الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو العمل على تكاتف كافة القوى السياسية والصحفيين من كافة الاتجاهات من أجل إسقاط هذا البلاء الذي وقع على رأس مصر في 2013. وللأسف الشديد هو استخدم شريحة من الصحفيين ليست قليلة من أجل أن يكونوا معول في هدم النظام الذي عاشت فيه مصر عاما من الحرية، يعني التي لم تراها في حياتها المعاصرة في عهد الدكتور محمد مرسي. وكان الصحفيين أداة من أداة العسكر التي ساهمت في انقلاب الوضع السياسي وانقلاب الوضع الصحفي داخل نقابة الصحفيين. كلنا رأينا كيف تطاول هؤلاء المأجورين على نقيب الصحفيين المنتخب الأستاذ ممدوح الولي، وكيف اعتدوا عليه، وكيف تعاملوا معه بمنتهى، يعني مش عارف أوصف يعني هذا المشهد الذي كنت جزءا منه. ولكن للأسف الآن الكل يجني هذه الثمرة المرة التي ساهم الصحفيين للأسف الشديد في صناعة، جزء من الصحفيين ساهم في صناعة هذا المشهد ولا زالوا مستمرين. يعني كان الإخوة اليسار المناضلين للأسف كنا نعول عليهم أن يكونوا جزءا من الدفاع عن الحريات، ولكن في زمن العسكر أثناء الترتيب لانقلاب 2013 كانوا للأسف الشديد جزء من هذا الانقلاب وضحك عليهم، والآن الكل اكتوى بنار العسكر. طيب. فلا حل إلا أن يعود الجماعة الصحفية مرة أخرى تتوحد. معك. نعم.